يسعد صباحكم، اهلا بكم في حلقه جديده من صباح الشرقيه. يوم جديد وامل يتجدد، وبدايه يومكم وبدايه شهركم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. بالعمل ننمو ونزدهر، وبسواعد عمال بلدنا نعمر ونكبر هذا البلد. واليوم حلقتنا خاصه لكل شخص عمل وكافح وناضل واصر على النجاح والتطور. فكل عام وانتم وعمال العراق بالف خير صحه وسلامه. خلينا نبدأ حلقتنا لليوم بأهم العناوين. لا طالما مررت في تجارب ومراحل عدة في العمل، منها ما تحب وأخرى ما أجبرت عليها. فما أكثر عمل أحببته وأبدعت به؟ وهل لديك عمل تطمح إليه في المستقبل؟ هذا هو سؤال حلقتنا لليوم. صناعة المحتوى الرياضي وما مدى تأثيره في التوعية نحو ممارسة التمارين الصحيحة. راح نتعرف عليه المدرب الرياضي علي غازي من استوديوهاتنا في بغداد. من قلب مدينة إسطنبول، إقامة معرض للفن التشكيلي يعكس جمال رموز الحضارات العراقية بإبداع العديد من الموهوبين والكتاب والمثقفين. علاج التعرق بالبوتوكس، ما فوائده وأضراره؟ هذا ما راح نتعرف عليه من اختصاصي التجميل الدكتور محمد عزيز من استوديوهاتنا في أربيل. وفي الموصل، معرض الإبداع في عمل المشاريع البيئية يستقطب الخريجين والمخترعين وذوي الكفاءات لتصميم أجهزة حديثة مبتكرة. أما الأخبار المنوعة لليوم، ابتكار كاميرا ذكية تترجم الصور إلى قصائد شعرية، والمشاعر الانفعالية تزيد من احمرار وجوه الدجاج، في آخر ما توصلت إليه دراسة فرنسية. أما باقي التفاصيل فرح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. أما هاشتاغ حلقتنا لليوم، أكثر عمل أحببته وهل تطمح لتطويره في المستقبل؟ طبعا تقدرون تشاركونا آراءكم على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام، وتقدرون تشاركونا كل تعليقاتكم وكل الآراء وكل الأعمال اللي أنتم تحبوها وتحسون أنه لازم تطوروا من عندها. طبعا نبدأ حلقتنا واستطلاع حلقتنا لليوم. أحبب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، من أكثر الجمل اللي تحمل في ثناياها معاني كثيرة وكبيرة أيضا. فهناك الكثير من أنه يعمل بوظيفة معينة أو مؤسسة معينة فقط لأنها تناسبه من ناحية المرونة بالعمل أو حتى الرواتب وقرب المكان، فيفطر للاستمرار بها. وهناك من يختار العمل بشيء يمكن أن يطور من مهاراته وقدراته ويضيف لخبراته ليجعله مميز وطموح أكثر، ومن الممكن أنه يبدع بهذا العمل أكثر في المستقبل. فما أكثر عمل أحببته وأبدعت به؟ وهل لديك عمل تطمح إليه في المستقبل؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي اليوم، واللي راح نشوف آراء الناس من خلال الاستطلاع التالي. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، ويا رب يومكم مليء باللحظات السعيدة. يتم الاحتفال بعيد العمال في الأول من شهر مايو بكل عام، وهو يوم مخصص للعمال للاحتفال بالنضالات التي قاموا بتقديمها على مدى السنوات. واليوم حبيت أسألكم، لطالما مررت بتجارب ومراحل عدة في العمل، منها ما أحببت ومنها ما أجبرت عليه، فما هو أكثر عمل أحببت القيام به وأبدعت به، وما هو العمل الذي تطمح إليه بالمستقبل؟ مشاهدينا خليكم وياي بهذا الاستطلاع. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. شنو أكثر عمل اشتغلتي به وحبيتي وأبدعتي به؟
شوفي، هو اي عمل انت تعملين به ما دام تكونين انت حابته اكيد راح تبدعين به. فيعني مثل اكو فت قاعده تقول اعمل ما تحب كي تحب ما تعمل، او هيك شيء ما اتذكرها بالضبط. او يعني انت حاول بقدر المستطاع تحب الشيء اللي تشتغله حتى تبدع به. انا من ناحيتي بصراحه بالاساس موظفه، بس تعرفين انه الوظيفه هي روتين، فما تقدرين تحبين، مستحيل اكو موظف يحب وظيفته، لانه دائما تكون مقيد بوقت بالتزام، يعني بهواي اشياء. بس بصراحه انا العمل الاذاعي كلش حبيته، العمل الاذاعي اكثر من التلفزيوني، اشتغلت بفتره كلش طويله باحساس، تقدر توصل صوتك للناس، تقدر تخاطب الناس. دائما احنا نقول الاذن تعشق، فالاشياء اللي تسمعها مو مثل الاشياء اللي تشوفها، راح تحبها اكثر. فاني بصراحه العمل الاذاعي حبيته وحقيقه ابدعت فيه. طيب شنو العمل اللي تطمحين تشتغلين به مستقبلا، او تكونين انت صاحبه هذا العمل؟ بصراحه ما مفكره بهذا الموضوع، يعني انه انا دائما احس انه كامراه مصيري راح ارجع للبيت، مصيري راح اكون ربة منزل وام اولاد حتى انشئ اسره واطفال صالحين للمستقبل. هذا اللي افكر به، يعني دائما عندي قناعه انه اني بالمستقبل راح اكون ربة منزل ما راح اشتغل. بصراحه اكثر عمل ابدعت فيه وحسيت نفسي به هو الازياء، يعتبر مجالي، واني دا اشتغل حاليا بمجال الازياء، لكن هو العمل اللي كان يخصني انا ما يخص الشركه اللي اشتغل بها. فأكثر وقت كان هو أنه انحصرت في وقت معين لازم أطلع هاي البدلة على مود أطلع أعرضها وياي في 7 عارضين أزياء، فأحتاج وقت أحقق به مثل ما نقول نجاح هاي النوتات اللي هي كانت مو من تصميمي، لكن أجريت بعض التعديلات على النوتات اللي كانت لازم تطلع بالشكل اللي أنا أريده، فاشتغلتها بهذا الوقت. اكتشفت انه بهذا الوقت انه اني احب هذا العمل، لهذا اني ابدعت فيه بمده قصيره كلش انجزته. من اي عمر بلشت تشتغل؟ اعتقد 13 سنه. اول شغل ما لي علاقه به خلاص، كان ورشه نجاره مال خشب هيك شيء. بعدين انتقلت للشغل المخابز، مخبز. ما لقيت نفسي باي شغل، الى انه اكتشفت نفسي انه هذا مجال الموديل، مجال الازياء نفسي. صبغ السيارات طبعا، لان من انا وصغير بيه، من انا وصغير اشتغلت بيه وعلموني. طبعا اخوي يعني يشتغل بهاي الشغله، ومن طريق اخويا تعلمتها وبليت لحد الان انا بيها. حلوه بالسيارات هي عامه يعني. اليوم اشتغلت شغل انت كنت مجبر عليه وما حبيته؟ ايه معمل مال بي في سي. ما صعب، كله صعب، مو مثل السيارات، السيارات احسن. اي والله. مرحبا. مرحبتين وهلا. شنو اكثر عمل اشتغلته وابدعت به وحبيت؟ اكثر عمل اشتغلته باوروبا ونجحت بحياتي من فضل الله سبحانه وتعالى. كبدايه انا اول شيء دخلت مدرسه حصلت على الشهاده، وراها بخلال هذا اول شيء اشتغلت في التنظيف، مرحله التنظيف. ثانيا شوي شوي لحد ما باوروبا، شوي شوي لحد ما انا اخذت الشهاده. ورا ما اخذت الشهاده قدرت اصير سوبرفايزر، الحمد لله وشكر من فضل الله سبحانه وتعالى. صاحب عائله، صاحب اطفال، اموري الحمد لله وشكر باوروبا ماشيه بصوره صحيحه. يعني لا نقدر نقول هيك ولا هيك، الحمد لله ونجحت بحياتي. بلشت العمل بعمر صغير ولا من اي عمر بلشت؟ انا بلشت العمل انا عمري 9 سنين بلش. سابقا ببغداد كنت بمنطقه الشعب، كان عندنا فرن مال صمون، بعدين بسوق شلال، بعدين اخذنا فرن بالاعظميه وكذلك، وبالاحداث عفنا ذن السوالف والحمد لله والشكر لحد الان انا شغال. شنو أكثر عمل تطمح توصل إليه بالمستقبل، أو حلم بعمل معين؟ أي بشر يريد يوصل المكان الشيء اللي يريده، أي بشر يكون ناجح يكون صادق ويا نفسه حتى يقدر ينجح بحياته. أنا مجال عملي مدرسة، مدرسة تربية رياضية، بس العمل اللي حبيته أكثر هو مجال العمل الإنساني اللي اشتغلته
أساعد الفقراء. بديت من المدرسة، البنات الفقيرات عندي بالمدرسة، بس مو بحدي، جهود المدرسات والمديرة والإدارة. وراها اشتغلت يعني كم مؤتمر، رحت النوايا الحسنة، اشتغلت يعني حضرت مؤتمرات مال توعية البنات مال سرطان الثدي، وبالفعل سوينا كم جلسة بالمدرسة وخارج المدرسة توعية للنساء مال. فهو هذا العمل إنسان يعني، من ترحين يم مكان وتشوفين عائلة فقيرة وانت تساعديها ذاك النهار تفرحين، بس بنفس الوقت ما تقدرين تنامين. ليش؟ تقولين أنا عايشة هيك وهم عايشين هيك، ضميرك يمكن من ناحية يأنبك ومن ناحية فرحانة لأن انت ساعدتي الناس. هذا طبعا أحسن عمل وأحس به يعني، وما زلت أمارسه يعني. أكثر عمل اشتغلت به هو التبريد والتكييف، وأبدع فيه الحمد لله، ده واصل لتقدمه به. حبيت بداية صغر، بديت بي أنا وصغير يعني، كنت أتطرق لهاي الأمور، التبريد شلون يصير وعملية تدويره والهواء، والحمد لله بديت به واشتغلت به، وهسه إن شاء الحمد لله واصل المراحل المتقدمة به. طيب فد يوم اشتغلت عمل كنت مجبر عليه وما حبيته؟ بالضبط، الأجهزة الكهربائية صغيرة كنت يعني أشتغل بهن كصيانة ما صيانة، لكن كنت يعني مجبر عليهن بسبب الظروف يعني. بديت حياتي بالعراق في التصنيع العسكري، بعدين انتقلت إلى السويد، فاشتغلت في شركة أمريكية، واشتغلت حاليا أشتغل في شركة سويدية، وهو هذا أحسن عمل لي وأحبه، لأن فيه تطوير دائما، وصلنا أجهزة ومعدات متطورة جدا لصناعة الأدوية، فميكانيك وإشارات وباور، فهذا العمل ده أبدع به حاليا. شكرا لك ميلان، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم. مثل ما شفنا نسبه كبيره من الاشخاص اللي شاركوا بالاستطلاع عندهم عملهم الاساسي وعندهم العمل اللي يحبون انه يسووه بشكل يومي، مثل ما ذكرت احد النساء اللي موجودات باستطلاعنا انه هي كمدرسه، مدرسه رياضيات، ولكن تحب العمل التطوعي او مساعده الاخرين. وبعض الاشخاص ذكروا انهم يشتغلون من وقت جدا مبكر، ولكن ابدعوا وقدروا انه يخلصون دراستهم وقدروا انه يحققون طموحاتهم. طبعا من هذه المواضيع من موضوع استطلاعنا نروح لضيفنا لليوم. اغلب المبتدئين في ممارسه الرياضه بالصالات الرياضيه يحتاجون لمن يرشدهم نحو عمل التمارين بشكل صحيح، ويساعدهم للحصول على جسم متناسق رشيق بعيدا عن اي اصابات. واليوم التطبيقات التكنولوجيه ومحتويات الرياضه اصبحت وسيله متوفره في ايدي كل رياضي، فما مدى تاثير صناعه المحتوى التعليمي والتوعوي نحو الاداء الصحيح بالتمارين الرياضيه؟ هذا ما راح نتعرف عليه اليوم من ضيفنا المدرب الرياضي والملهم علي غازي. صباحك واهلا بك بصباحنا. صباح الخير والعافيه، شكرا جزيلا لك. يا اهلا بك. بالبدايه خلينا نتحدث عن صناعه المحتوى الرياضي. منو كان ملهم علي بالبدايه؟ خلينا نقول البدايه كانت صعبه، لان احس شخصيتي من الداخل اسد ولكن مظهري كقط، فكان لازم اخلي تناسب بين الشخصية والمظهر الخارجي. لهذا السبب بذلت قصار جهدي على مود أقدر قدر المستطاع أسوي بالانس بين الاثنين، ولما قدرت أسوي هذا البالانس كان لازم أوسعه على الناس اللي أحس يواجهون هذا النوع من المشاكل. والرياضة هي كانت شلون أقول لك، الصديق المقرب اللي قدر يطلعني من كل المأساة والظروف الصعبة اللي مريت بها. نعم. طيب علي، أنت خلطت ما بين الرياضة وما بين التخلص من الأمراض والتخلص من السموم بالجسم. أنت مثل ما نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عندك رسالة هادفة أنه أي شخص يقدر يتخلص من أي مرض مجرد ما يروح للجيم ويلعب رياضة بشكل صحيح. حدثنا عن هذا عن هذه الفقرة أكثر شوي. إحنا
ما قلت أني أنه نقدر نتخلص من أي مرض، ولكن أنه إحنا نقدر نحافظ على جسمنا ونحافظ على صحتنا عن طريق المينتنس والاستدامة. أني والدي كان عنده سرطان من المرحلة الرابعة في 2020 شهر التاسع، وبإذن الله الحمد لله قدرت أطلع من هذا المرض بعد ما الدكاترة أنطوه فقط 4 أشهر للعيش. الحمد لله على سلامتك. عن طريق الله يسلمك ويخليك، فعن طريق الرياضة وعن طريق الأكل الصحيح وعن طريق المكملات الصحيحة الحمد لله قدر يطلع من هذا الشيء. فالرياضة بالنسبة لي علمتني مبادئ كثيرة، من أهمها بأنه لكل داء دواء، وأساس أي مرض بالعالم إذا نرجع على الروت مالته والأساس مالته هو الستريس والقلق. فإذا إحنا نقدر نقلل هذا الشيء فإنه إحنا راح نقدر نتغلب أو نتجنب الكثير جدا من الأمراض. فالرياضة بالنسبة لي هي أكثر من مجرد أنه نبني عضلات، نلبس لبس حلو، نلفت انتباه فلان وعلان، لا، الرياضة بالنسبة لي هي بشكل أهم وأساسي لاستخلاص الجسم من الطاقات السلبية. لأنه يعني صعب الناس تتخيل خطورة الطاقة السلبية على الجسم. مثلا الكثير من عندنا حاليا بالذات الوظيفه مو مثل قبل، واحد يقعد بثمانيه يخلص ب12 او بالثنتين يرجع البيت. صحيح. الحياه جدا صعبه بالذات بالعراق. فاكثرنا اللي يشتغل شغلتين ثلاثه اربعه والى اخره. هذا اللود الكبير ايش دا يسوي علينا؟ دا يخلي طاقات سلبيه بداخلنا. مثلا خلينا نقول في حال شخص متزوج راح يرجع يجوز على اتفه الاسباب عفوا راح تطلع منه كلام محلو يؤذي مرته، يؤذي ابنه، يؤذي بنته، او ممكن حتى يغلط مع اهله، وهذا ما نقدر نسوي له اندو، ما نقدر نرجع بالزمن على مود نصلح هذا الغلط. فممكن بانه احنا نخصص وقت بسيط جدا من يومنا لاستخراج هاي الطاقات السلبيه عن طريق التمرين، لانه ماكو طريقه بالعالم افضل من الجهد الجسدي اليومي لاستخراج هاي الطاقه السلبيه. فحياتنا راح تكون افضل، راح تفكر بطريقه افضل، راح تنجز بطريقه افضل، راح تحافظ على عائلتك، راح تاخذ قرارات صح. لانه اذا احنا نفكر احنا ليش نشتغل على مود نقدر مثلا خلينا نقول نجيب فلوس، مو على مود الفلوس بحد ذاتها، ولكن على مود الفلوس والراحه اللي راح ناخذها من الفلوس وشلون راح نقدر نعيش بشكل افضل وبحريه اكبر. ولكن لما انت لا تشتغل هالكم الهائل لنفسك ولعائلتك وبعدين ممكن بقرار غلط تتخذه ينتهي شغلك، تنتهي سمعتك، وايضا تنتهي خلينا نقول مكانتك بالمجتمع، معناته كل شيء سويته انضرب فيه صفر. طيب الناس لازم تدرك لهذا الشيء. نعم. طيب علي، انت بما انه صانع محتوى ما اقتصر الموضوع على الفيديوهات اللي تسويها عن الرياضه وانما عن الحديث الايجابي او اللايف كوتشنج لجميع الشباب اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، دي يسمعون الفيديو، دي يستفادون من الفيديو، اضافه الى ذلك يشوفون التمارين الرياضيه. هل هذه الافكار اللي انت تسويها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون واصلتك من الشباب ولا يكون عن دراسه للمشاكل اللي تصير بالمجتمع؟ سؤال كلش حلو. أنا في بدايتي أكثر المتابعين اللي يتابعوني حاليا يعرفون أنا بديت بمحتوى رياضي، شلون أعلمهم على التمارين، على التغذية وإلى آخره. ولكن بحكم تجربتي الميدانية مع الرياضيين أشوف مثلا هو يلتزم في 6 أشهر، شهرين، 3 سنة وراه يترك. يا بليش يترك؟ بعدين افتهمت بأنه المشكلة هو مو مريع يعرف يسوي أداء معين للتمرين، مو مريع يعرف يسوي العقلة والبنج بريس والإشناء وإلى آخره. لا، عنده فهم كافي، ومن يريد يتعلم يقدر يشوف باليوتيوب او ايضا يدخل على على المدرب مالته ويسال الاسئله. المشكله الاكبر كانت هنا، من عرفت بانه المشكله هنا اني قمت ابتعد ابتعاد تام عن الاداء التكنيكي والمعلومات الغذائيه، قمت اشتغل على القوه الذهنيه، ومن هناك بدت جملتي اللي هوايه ناس يعرفوها المشهور بهاني اللي هي انت اقوى من الظروف. انت اقوى من الظروف هو مبدا أنا صار لي سنين من بديت بالسوشيال ميديا وإلى حد الآن أسعى جاهدا عن طريق قصة حياتي وأيضا عن طريق المهنة الممتهنة أنا حاليا ومشاريعي بأنه أرسخها بأفكار الشباب. حلو. لأن المشكلة دائما من تجين تسألين أي شخص يقول لك الظروف 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 الظروف، ولكن إذا إحنا نفكر بها لابد ما أكو حل، لابد ما اكو حل نقدر نقضي به على هاي الظروف. معظم الرياضيين من الممكن انه يتعرضون لاصابات خلال التمارين، ومنهم من انه يفقد رغبته بالعوده الى الرياضه او العوده الى الجيم.
تقدر انت يعني توصل رساله لهذول الشباب اللي تعرضوا لبعض المصاعب بحياتهم وايضا تعرضوا لبعض الحوادث من حياتهم ما خلتهم يبتعدون عن الرياضه وخلتهم يبتعدون عن شغفهم، فنقدر نوصلهم رساله اليوم؟ خلي ممكن احكي بلغتهم. هواي من الشباب يلعبون العاب الفيديو جيمنج الجي تي اي او الكاونتر والى اخره. في حال ابو اللعبه يعطيك حياه وحده للعيش ما راح تكون اللعبه ممتعه. فاذا انت منطي لنفسك حياه وحده او فرصه وحده للخوض تجربه معينه سواء بالرياضه سواء بالعمل سواء باي شيء فحياتك راح تكون جدا خلينا نقول باهته وما بها ملح. لانه من السهل جدا كنا ننجح في حال الحياه ماشيه عدل. الصعوبه الناس ما فاهمه فكره بانه احنا لما نمشي بمشوار ونوقع به من نوقف ما نكمل بهذا المشوار، احنا ما راح نوقف فقط، احنا راح نرجع لان الزمن ده يمشي، فانت راح تكون يعني متراجع بنسبه كبيره مقارنه باقرانك ومجتمعك والناس دائر مدارك، فماكو اي سبب منطقي يخليك واقف بمكانك، والمشكله اذا تفكر شويه بمنطق راح تشوف اذا انت توقف بهذا المكان انت راح تتدمر نفسيا جسديا ذهنيا وراح تكون مرفوض من كل الدائر مدارك لانه ماكو انسان يحب شخص مقابله او يصادق شخص مقابله يكون ضعيف يتبتش يتذمر يكون مليان طاقه سلبيه. فاذا انت تريد على الاقل تعيش حياه كريمه انت لازم تقاوم لازم دائما تكون اقوى من الظروف لانه حرفيا ما بها اي نقطه ايجابيه في مصلحتك بانه تظل واقف بمكانك حتى لو رجلك انقصت ايدك انقصت تعوقت لا سامح الله. احنا لازم ننظر للشخصيات اللي قدرت تحارب الظروف وتوصل للقمه وهم كانوا ظروفهم اصعب من ظروفنا. اسمعيني. حديث اكثر من ممتع وياك ولكن وقتنا انتهى بهذا اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا ربي تستمر بنجاحاتك. شكرا لك وشكرا لوجودك صباح الشرقيه. شكرا جزيلا، مع السلامه. نرجع أذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، أكثر عمل أحببته وهل تطمح لتطويره في المستقبل؟ الكثير من الأشخاص وصلتنا تعليقاتهم أنه معظمهم أنه يمارسون الأعمال اللي ما تفيدهم أو ما تطور من قدراتهم. أكو قاعدة معينة دائما تستخدم في الأعمال أنه هذا العمل إذا ما طورك خلال خمس سنين فقط فهذا العمل ما راح يطورك لبقية حياتك، فحاولوا أنه تشوفون الأعمال اللي أنتوا تحبوها واللي أنتوا ترغبون بها، وحتى إذا كان العمل الأساسي اللي أنتوا تعملوه بس يعني مجرد دعم مادي وغير معنوي، حاولوا أنه تشوفون الأشياء الثانية أو المنظور الثاني اللي تقدرون أنتوا تستغلون وقتكم أو فراغكم بأشياء أنتوا تحبوها ومن الممكن أنه تعيد لكم بعائد مالي. طبعا أيضا بعض التعليقات وصلتنا بهاشتاج حلقتنا لليوم، معظمهم من الطلاب يقولون إحنا دائما عندنا تخوف بأنه ناخذ الشهادات اللي دائما نطمح عليها ولكن ما نلقى العمل المناسب أو ما يكون هذا العمل هو العمل اللي نريد احنا نشتغله لبقية حياتنا. طبعا بما انه في تغير مستمر وفي تطور مستمر عادة ما يصير كوميونيتي شوك او خلينا نقول صدمة لبعض الطلاب مجرد ما يتخرجون وينزلون لمحيط العمل وبيئة العمل يشوفون اكو اختلاف جدا كبير بين الاشياء اللي درسوها وبين الاشياء اللي راح يطبقوها وبين العمل اللي راح يمارسوه طول حياتهم، فيصير عندهم مثل الصدمة انه ما يقدرون يكملون بهذه الاعمال. فحاولوا انه مجرد ما تدخلون بهذه المرحلة رأسا تشوفون شغفكم، تشوفون شنو الأشياء اللي تحبوها، ودائما حطوا قائمة بالأسئلة اللي لازم تسألوها لأنفسكم، هل هذا العمل راح يطور من عندي بالخمس سنين القادمة؟ هل من الممكن أنه يطور من مهاراتي؟ هل من الممكن أنه هذا العمل يأثر على نفسيتي؟ طبعا أيضا وصلتنا بعض التعليقات من طه كاتب الكتابة والحمد لله، عندي كتاب راح ينزل وأني دائما أحكي عن تطوير النفس بخلال هذه من خلال هذا الكتاب، وأيضا أتكلم به عن تجاربي الصعبة اللي مررت بها. أيضا بعض التعليقات وصلتنا أنه كطبيب بيطري أحتاج أنه أعالج الحيوانات اللي ما تقدر تشعر ما تقدر بس تحس بالألم، وكل ما أعالج حيوان معين أحس بطاقة إيجابية وأحس أنه أنا سويت شيء وغيرت من نفسي ومن المجتمع بنفس الوقت. أيضا من بعض التعليقات اللي وصلتنا أنه أنا أشتغل طباخة بكافيه وإن شاء الله بالمستقبل أنوي أنه أنا أخذ الكافيه صغير إلي. طبعا هذا التعليق من نورة عثمان كاتبة النية، طبعا كل الموفقية إليك ويا رب إن شاء الله توصلين لنجاحاتك وتوصلين وتصيرين أكبر شيف بالعراق. أيضا بعض التعليقات وصلتنا من بنات يكتبون أنه
مثل المشكلة اللي قبل شوية تكلمت عنها، أنه الدراسة تكون مختلفة والتطبيق العملي يكون مختلف، وأيضا عادة الشغف ما يكون بالأشياء العملية الروتينية. مثل ما نشوف احنا في تطور مستمر، مواقع التواصل الاجتماعي في تطور مستمر، وحتى بعض الاشخاص من الممكن انه يعملون عن بعد. بعض الاعمال توفر لكم رفاهيه انه تكونون في مكان عام او مكان يعني انتم نفسيتكم ترتاح به، وبعد بنفس الوقت تقدرون تمارسون عملكم عن بعد. اكيد بعض التعليقات وصلتنا انه أنا أرد أحكي لكم قصتي، أنه بعض الصعوبات اللي واجهتها في حياتي غيرت 5 أعمال لحد ما قدرت أوصل لشغفي وقدرت أنه أعبر عن نفسي. فدائماً أصروا على الأشياء اللي تحبوها، وشوفوا شنو الأشياء اللي ممكن أنه تخليكم بسعادة، تمارسون عملكم بسعادة، وأيضاً تحصلون على مبالغ مالية إضافة إلى ذلك الراحة النفسية. هذه التعليقات اللي وصلتنا لهاشتاج حلقتنا اليوم. بعدني أنا مستمرة باستلام تعليقاتكم، وأحب أنوه في حال حبيتوا أن تشوفون حلقات سابقة من صباح الشرقية، كل تقدرون تسوون أن تروحون على QR كود يظهر أسفل الشاشة، هياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر اليوتيوب، تقدرون تتابعون كل ما فاتكم. الآن ننتقل إلى تقريرنا لليوم. مهما تغرب العراقي وسافر، يبقى حبه لبلده ورموز معالم الحضارات اللي تخص بلده ممزوج بدمه، وهذا ما ترجم معرض الفن التشكيلي الذي أقيم في مدينة إسطنبول، والذي تضمن على العديد من الحرف الفنية اللي جسدت رموز الحضارات بلوحات مميزة ورسومات مختلفة. وقد شمل المعرض على أعمال يدوية تنوعت ما بين الرسم على القماش وصناعة الأكسسوارات والحياكة، عوضا عن إقامة حفل لتوقيع الكتاب للعراقيين وهم يعكسون حب بلدهم في الغربة. فخلونا نستمتع بمشاهدة هذا المعرض عبر التقرير التالي، وراجع لكم أكيد. فنانين عراقيين نشترك بأول مرة بحدث يعتبر بشكل كامل هو عراقي، مجموعة معرض فن تشكيلي يعني يشمل بازارات وممكن أعمال يدوية وأيضا لوحات فنية تشكيلية ترمز للعراق، ممكن رموز عن العراق أو حضارة العراق أو فن العراق، وأيضا هم فنانين ورسامين مبدعين. فإحنا حبينا بأول مرة بإسطنبول أنه نسوي حدث عراقي بشكل عام، ويكون عراقي ما مشتركين به يعني من باقي الجنسيات، يختلف عن المعارض التشكيلية يعني الباقية أو السابقة. طبعاً الفن هو رسالة سامية يجمع ما بين الشعوب، والفنان العراقي في كل مكان يروح له يضع بصمته، فإحنا هنا مشاركين في هذا المهرجان كعراقيين، ككتاب، كرسم، كشعراء. فأنا ككاتبة حبيت أنه أسوي حفل توقيع الكتاب هنا في هذا المهرجان، ومثل ما قلت لك المثقف والفنان العراقي بصمته موجودة وين ما يروح، وخصوصا في تركيا. في تركيا نحاول ان تكون كثير من الندوات، كثير من المهرجانات، والحلو بتركيا انه يجمع ما بين جميع الطوائف وجميع الجنسيات، فاحنا نتعرف على ثقافات الشعوب الاخرى ونحاول ننقل لهم ثقافه الوطن، نحاول ان ننقل لهم مدى هذا العراق بكينونته بعظمته، ننقله كسواء ككتابه كرسم كصور. وشكرا لكم كقناه الشرقيه على نقل هذا المهرجان. Oh.
وطبعا مشاركتي بهذا اليوم مثل ما تشوفون هنا الرسم المندالا والرسم البغدادي. ليش انا جذبت لهالنوع من الرسم؟ هذا النوع من الرسم العراقي البغدادي الاصيل اللي صارت الناس ما تنجذب له مثل قبل، نوع قديم كان مدفون وانا حبيت احييه بلمساتي بالوان الجديده اللي حبيت اتطرق لها بنوع الرسم مالتي. وانا مثل ما تشوفون اكو الوان بغداديه بالوان الفيروزيه واكو اكسسوارات، فحبيت احول هذا النوع القديم الى مودرن حديث. كثير مسروره اليوم بوجوده بهذا المعرض العراقي، انا دائما بشارك بمعارض بس اول مره بشارك بمعرض عراقي. كثير انبسطت وشفت اشياء جديده وكثير عجبني الرسم والاعمال اليدويه والاكسسوار، وانبسطت انه تعرفت على اشخاص جداد من كل البلدان. طبعا بالتعاون مع اتحاد الطلبه العراقيين وبعض الشركات والمؤسسات اقمنا هذا المعرض. صراحه ركزنا بالدرجه الاولى على الفنان العراقي في الغربه، فلذلك شفنا صراحه الكثير من الزائرين الدوليين يعني من الاتراك ومن غير الاتراك كذلك، فصارت لهم فرصه في المشاركه في هذه المعارض اللي تطور من الجانب الفني من ناحيه اللوحات الفنيه التشكيليه وكذلك طبعا الاعمال اليدويه. احنا دائما طبعا نقدم هذه المعارض ونقدم هذه المهرجانات بشكل طبعا مجاني دعما للفن تمام وما شابه ذلك من الفنون الباقيه. تقرير جدا جميل ومميز، والاكثر شيء اكثر الاشياء اللي بينت تميز هذا التقرير انه مشاركه الكثير من الشباب والفنانين اللي قدروا انه يحاولون بعض الرسومات من الرسوم القديمه الى الرسوم الحديثه بطابع شبابي بطابع بغدادي شبابي. فان شاء الله يا ربي يعني يكون لهم معارض اخرى عالميه وبمناطق اكبر. طبعا نرجع ذكركم مشاهدينا في سؤال حلقتنا التفاعلي، اكثر عمل احببته وهل تطمح لتطويره في المستقبل؟ طبعا سجع كاتبه تدريس، مهنه جدا صعبه ودا اشتغل على نفسي حتى اتطور بي اكثر. طبعا انا خريجه جديده ودا احاول انه اكون ويا الطلاب واعرف طريقه تفكيرهم وايضا اعرف انه شلون يقدرون يستقبلون المعلومات. طبعا التدريس يعتبر من المهن اللي جدا صعبه واللي من الممكن انه تاثر يعني بطريقه جدا مباشره على نفسيه الطالب وعلى تطور هذا الطالب. من الممكن انه يحب الماده بسبب المدرس، من الممكن انه يتقبل ويتعلم هذه الماده بسبب المدرس. فهذه تحيه لكل المدرسين اللي يسمعونا، طبعا انتم جهودكم جباره ويا رب نتمنى لكم التوفيق لكم ولطلابكم. طبعا ايضا بعض التعليقات وصلتنا من محمد، نعم كمال الاجسام افضل يستحق التطوير، دائما يستحق التطوير من حيث العمل على الجسم ومن حيث تعليم الاخرين شلون يقدرون يوصلون لمرحله كمال الاجسام. ايناس كاتبه الخياطه، وان شاء الله بالمستقبل يصير عندي محل تصميم ازياء على مستوى بغدادي بحت. هذه احدى الاعمال واحدى الاعمال اللي وصلتنا اليوم والاحلام اللي وصلتنا بهاشتاج حلقتنا اليوم. الكثير من الشباب شاركوا احلامهم، يا رب يوصلون لهذه الاحلام ويقدرون يحققوها. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل واياكم الى رفقه وعزيز في استديوهاتنا في اربيل. يسعد صباحكم، شنو رايكم بهاشتاج حلقتنا لليوم؟
يسعد صباحك رولا، وصباح الخير على كل من يشاهدنا اليوم بحلقة صباح الشرقية. طبعا بمناسبة عيد العمال المصادف 1 مايو 2024، أكيد نهنئ كل العمال بالعراق وبالعالم أيضا، وأكيد كل عام وبلادنا قوي ومزدهر بعمال المثابرين. طبعا العمل بشكل عام يجعلنا سعداء رولا، وخاصة احنا نحس نفسنا دننجز شيء ذو معنى وذو فائدة لنا وللمجتمع اللي احنا عايشين به ولبلدنا. واكيد الطريقة الوحيدة حتى نسوي عمل رائع وننجز عمل صحيح وكامل، فلابد من انه يكون العمل احنا حابيه حتى نظهره بأحلى صورة ممكنة. وحتى دائما اذا نلاحظ الاشخاص اللي يعملون بوظائف ما يحبوها او هي ما كانت طموحهم منذ الطفوله، فهم دائما يكونون ممكن يوصلون الى النجاح وممكن ينجزون العمل، ولكن يفتقرون دائما للابداع بعملهم، عكس الاشخاص اللي يحبون عملهم دائما نشوف عندهم لمسه ابداعيه، تكون عندهم لمسه خاصه بهم. نعم. واكيد احنا بما انه احنا دا نعمل انا وياك وعزيز دا نعمل بمجال الاعلام، فأني واحدة من الأشخاص اللي دا أعمل بمجال أني أحبه وكان عندي الشغف من البداية بأنه أعمل بهذا المجال. وإن شاء الله أكيد إحنا ننوي دائما أنه نستمر ونطور من عملنا أكثر وأكثر. أنا هذا رأيي، حابة أسمع رأي عزيز أيضا، وأصبح عليه. صباح الخير. يسعد صباحك رفقة، ويسعد صباحك رولا، ويسعد صباح كل الناس اللي يتابعون حلقة صباح الشرقية لليوم. طبعا كل عام وكل عمالنا وكل الجنود المجهولة اللي دائما ما تحاول انه ترتقي وترفع من مستوى الحياة بصورة عامة، كل الاشخاص اللي يشاركون الان بتطوير هذه الحياة هم عمال، اكيد احنا نوجه لهم التحية والحب والاحترام. كل الاشخاص اللي يصورونا اللي دي يخرجون البرامج، يعني اكيد كادرنا احنا هم نحب نقول لك كل عام وانت بألف خير، لان هم اللي يخلونا نوصل للناس وهم اللي يخلونا نطلع بأبهى واجمل صوره، فشكرا لهم وكل عام هم بخير. بصوره عامه اتقان العمل هو من الاشياء الاساسيه والمهمه اللي لازم على كل شخص انه ينتبه لها. يعني اليوم اني خلينا نقول لنفترض انه انا اشتغل خياط، الخياط لازم يتقن العمل الخاص به حتى يطلع قطعة القماش بأبهى وأجمل صورة. صحيح. الحلاق كذلك أيضا، كل الأشخاص اليوم اللي يمتلكون مهن من الضروري أن يعني أن يتقنوا هذه المهنة اللي يمتلكوها. بنفس الوقت حتى من يعني من يتقن العمل مالته سبحان الله هو يجي توفيق من الله. صحيح. سبحانه وتعالى. صحيح. فبنفس الوقت يعني أنه كل شخص أكيد لابد ما أنه عمل أكثر من عمل أو مهنة ومر بكثير من الظروف الحياتية اللي خلته يوصل يجوز لمراحل متقدمة، فبالتأكيد الإصرار والعزيمة هي من الأشياء اللي تحتنا دائما على أنه نطور عملنا وعلى أنه بنفس الوقت نتقن العمل اللي صحيح. طبعا عزيزة ذكرت شغلة مهمة وهي أنه العمل احنا ممكن نشتغل اكثر من شغله. لابد من انه نذكر انه كل الاعمال مهمه طبعا، وكل الاعمال يعني لازم يعني شيء يكمل شيء بهاي الحياه. لابد من انه نحتاج الطبيب، المهندس، العامل، النجار، كل هاي الوظائف اللي نحتاجها بحياتنا، وحتى احنا وظيفتنا مهمه جدا، لانه احنا واجبنا انه نعلم الناس طبعاً. نطلعهم على اخر الاخبار واخر المستجدات اللي ممكن تكون بالعالم وبلادنا اكيد. انت شنو رايك رولا؟ رفقه تعقيبا على كلامك، صحيح كل الاعمال مهمه، والرساله اللي نحب نوصلها اليوم بصباح الشرقيه انه مو غلط ان الواحد يبدا من جديد، مو غلط ان الواحد يلقى شغفه حتى هو اذا كان يكون بعمل روتيني، بعمل ما يطور من نفسه، ما يشوف نفسه انه يتطور حتى بعد 5 سنين، فمو غلط انه نبدا من جديد، مو غلط انه نلقى العمل اللي نحبه. حاليا ومع تطور التكنولوجيا ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي صارت الكثير من المهن متاحه اونلاين، ممكن ان الواحد يقدر يشتغل اونلاين وبنفس الوقت يشوف المهن او يشوف الهوايات اللي هو يحبها. هذا بالنسبه لي رايي، واني فقرات انتهت من استديوهاتنا في دبي، مستمره ومتابعه وياكم من استديوهاتكم في اربيل. شكرا لكم، يومكم سعيد. شكرا لك رولا، يوم سعيد ايضا. اذا مشاهدينا مكملين وياكم باقي فقرات حلقتنا من استديوهاتنا في اربيل، ورح نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي، اكثر عمل احببته وهل تطمح لتطويره في المستقبل؟ طبعا نذكركم بسؤالنا او الكيو ار كود اللي راح يظهر لكم اسفل الشاشه،
اللي راح ينقلكم الى البوست الخاص بالانستغرام الشرقيه، وتقدرون تشاركونا ارائكم وتفاعلاتكم عليه، ونشوف شنو هو العمل الاقرب الى قلبكم، ممكن العمل اللي انتم تحبوه ترتاحون به. شنو عندك تعليقات يا عزيز؟ شنو لاحظت اليوم؟ الكثير من الاشخاص اللي مشاركينا بهاشتاج حلقه هذا اليوم. طه كاتب: أنا عملي الكتابة والحمد لله عندي كتاب راح ينزل، وأحب أطور أكثر أو أتطور أكثر بخصوص هذا المجال. حلو اليوم موضوع الكتابة، يعني موضوع ثقافي، وأكيد يحاول يوصل فد رسالة ثقافية يجوز تخص المجتمع، يجوز تخص الحياة بصورة عامة من خلال الكتابات اللي يكتبها. طبعا واحدة من الأمور الحلوة اللي أنا أحبها بالعمل إنه يكون العمل دائما ممكن يكون إنساني بعض الأحيان، طبعا بمنفعة للشخص اللي يشتغل به ومنفعة للمجتمع وللناس أيضا. مثلا واحد من التعليقات: صار 6 شهور أشتغل بالمستشفى وأني ممرض، وأحسها من أسمى وأحلى الصفات والوظائف، لأنه هذه وظيفة إنسانية وتخليني أشعر بالمسؤولية والإنسانية تجاه المرضى اللي يجوني. طبعا البعض الاخر هم طلاب، احنا اخذناها قاعده بالحياه، الدراسه هم تعتبر نوع من انواع الاعمال اللي يقوم بها الفرد حتى يحقق فد مثلا فد انجاز معين. هي اي انجاز يصير بالحياه نقدر نعتبر عمل. فعلي كاتب: انا اريد اكمل الماجستير والدكتوراه، وان شاء الله من بعدها ابدي برحله البحث عن عمل خاص بي. اكيد بالتوفيق لك وبالتوفيق لكل الاشخاص المثابرين المجتهدين اللي يحاولون يرتقون باعمالهم. مشاهدينا الكرام، احنا راح نرجع نقرا المزيد من التعليقات اللي شاركتونا بها بهاشتاج حلقه هذا اليوم، لكن من بعد ما نروح وياكم لضيف الحلقه مع اقتراب فصل الصيف، فمن الطبيعي ان تبدا الغدد العرقيه بالجسم العمل بشكل اكثر استجابه لتزايد ارتفاع درجات الحراره والنشاط البدني الزائد. لكن البعض قد يعاني من فرط التعرق ويلجا الى حلول تجميليه مثل البوتوكس وغيرها، فما هي الطرق المناسبة للحد من التعرق، وما هي فوائد وأضرار البوتوكس على ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه من اختصاص التجميل الدكتور محمد عزيز، اللي دائما ما نتكلم احنا وياك بخصوص هذه المواضيع المهمة، خصوصا احنا اليوم بدنا نحكي بموضوع كلش مهم وأساسي، والبعض يعني بعض الأحيان يسبب إحراج لكثير من الأشخاص. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير عليكم. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. خلينا نسألك سؤالنا التفاعلي بالبداية اليوم. نعم. إنه شنو هي أكثر وظيفة أنت حسيتها قريبة لقلبك وأنت استمريت بها، وهل تطمح بالمستقبل إلى أن تطور من هذه الوظيفة؟ طبعا السؤال كلش يعني موضوع التفاعلي سؤال كلش حلو بصراحة، خاصة للشباب بداية مشواهم. أنا كل حياتي وكل عمري وطول عمري كنت ناوي على هذا المهنة اللي أنا حاليا بي كطبيب تجميل أو طبيب أمراض جلدية. من بداياتي كنت أطمح أنه أكون بهذا المجال، ودائما أطمح حتى أكون بمقدمة هذا بهاي المجال. صراحة كنت دائما طامح لهذا الشيء، الله وفقني أكون طبعا الحمد لله شكرا. الحمد لله. طبعا هو دكتور ماكو شيء يجي بالسهل، أكيد أنت اشتغلت أعمال كثيرة وأثناء مرحلة الدراسة يجوز كل هاي طبعا التفاصيل. لهذا أنا حبيت أقول أنه كل شيء أنه مو فقط أنه أنا يعني أنه أتمنى، لازم تطمح كلش هواي، وموضوع كلش مهم، ورسالة لكل الشباب خاصة بالعراق أنه دائما يطمحون نفس الوقت يتعبون نفسهم كل شهواية حتى ينالون الشغلات اللي يريدونها إن شاء الله. طبعا دكتور بالتأكيد يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد نسبة التعرق عند بعض الأشخاص. بعض الأشخاص يعانون من التعرق بصورة جدا مفرطة تصل بهم إلى مرحلة الإحراج بالعمل أو مثلا بالشارع أو بالمكان اللي يتواجدون به، فشنو هي الأسباب؟ نعم طبعا هي التعرق آلية طبيعية جدا، التعرق ذاته آلية طبيعية جدا وفسلجية، الإنسان يعني يستخدمها، طبيعة الجسم يستخدمها حتى يقلل درجة حرارة الجسم. فلما ترتفع درجة الحرارة أثناء الصيف وهذا، المخ تبعث إشارات عصبية تنبه الجسم عن طريق الغدد العرقية أنه تفرز عرق حتى تخفض درجة الحرارة، وهذا الشيء كلش طبيعي. احنا حتى أثناء الحمى أو السخونة لما يكون عندنا تعرق نعتبرها أمر فسلجي وطبيعي جدا، صح؟ لأن الجسم يحاول يفقد درجات الحرارة حتى يعوض يبرد نفسه ونكون دائما بالأمان. فالتعرق شيء بسيط وشيء طبيعي جدا وفسلجي. المشكلة بفرط التعرق، فرط التعرق لما يكون احنا عندنا فرط أو مشاكل بالتعرق،
دائما مشاكل التعرق كلش هواية. باختصار انه اكو سببين، اللي هي السبب الاساسي يعني اللي هي لغاية هسه شغلات طبيعية جدا، يعني ماكو اي مرض، اللي الناس اللي عندهم فرط تعرق بسيط. الاسباب الثانوية ممكن تجي مع مشاكل الغدد الدرقية، مشاكل بالداء السكري، اضطرابات الجهاز العصبي. من يكون هيك شغلات صراحة لازم نستشير الطبيب. طيب دكتور محمد، تعرف انه الطب هسه تطور، ظهرت كثير يعني البوتوكس صار حل لمشاكل ايضا مو فقط لغرض تجميلي. فصار اكو بوتوكس للحد من التعرق. فشنو هذا البوتوكس وهل هو امن لهذه المنطقة من الجسم؟ نعم، طبعا انت راسا دخلتي على البوتوكس لان جاي تشوفين كمية الناس اللي يستخدموها. لان بصراحة اجراء كلش بسيط، ممكن واحد يسويه خلال دقائق بسيطة، كريم بنج موضعي دقائق بسيطة، وتستمر فت 6 إلى 8 شهور، نتيجة فعالة جدا، أثبت فعاليته ممكن 8 إلى 90%، تقلل من التعرق. صراحة أنا أشوف إجراء بسيط وهو FDA approved، يعني حاصل على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، فهي آمنة جدا وصراحة نتيجة فعالة جدا، يعني الواحد ممكن يسويها مرة أو مرتين بالسنة كلش كافية. جيد. زين دكتور، يعني بنفس الوقت يعني إذا أريد إحنا نحكي على آلية التعرق، هي آلية يعني طمع. تساعد على طرد السموم من الجسم. نعم. بهاي الحالة ما رح مثلا تصير مضاعفات على الجسم لما خصوصا تعرف المناطق نعم. اللي تنأخذ بها وتنوضع نعم. بها أبر الأوتوكس هي من المناطق الأساسية للتعرق اللي تساعد على خروج السموم من الجسم. نعم. باختصار يعني هي الغدد العرقية موجودة بجسمنا تقريبا 2 إلى 4 مليون غدد عرقية موجودة بالجسم، متوزع أكثر شيء بالراحة اليدين والباطن القدمين والإبطين، هاي المناطق بها كل شهواية. للأمانة أنه لغاية هسه ماكو أي دراسة تثبت أنه ممكن تأثر على أماكن ثانية، بس هي تقلل البوتوكس لما ينحقن، خاصة إذا ما نحن نحكي أنه تحت الإبطين، تقلل من التعرق. يتقلل بس ما تعدم. ما تعدم لا أكيد. ما تعدم، هو نتيجة أكيد فترة أنه فقط تقلل الناقل العصبي اللي تجي له من المخ أنه ما تفرز العرق. فهي ما توقفها نهائي، ممكن 8 إلى 90%، وما تأثر على جهات ثانية، ممكن تطلع العرق بطريقة ثانية، بس هي إجراء آمن جدا. يعني ممكن يطلع العرق من راحة اليد مثل ما ذكرت أو من باقي الجسم. نعم. طيب تعرف دكتور أنه أكو كثير من المعطرات هسه اللي منتشرة وموجودة بالصيدليات بالأسواق. نعم. هذا الموضوع ممكن أكو ناس تختلف عليه، البعض يقولون أنه إحنا نستخدم المعطرات أو مزيلات العرق اللي هو يكون بخاخ، أكو يجي الديودرنت يعني بأشكال منوعة وكثيرة. فشنو برأيك هو الأفضل للحد من هذا الموضوع؟ نعم، كعلاج للتعرق، التعرق إذا كان بسيط ممكن نستخدم مزيل العرق. المزيل العرق نوعين باختصار، هي الديودرنت اللي هي مزيل الروائح اللي هي دائما موجود بالسوبر ماركت تشوفه عن طريق البخ، هذا مزيل روائح مو مزيل عرق. مزيل العرق مكتوب عليه أنتي بريسبرنت، أنتي بريسبرنت، فدائما احنا نلجأ نقول للزبائن أو للمرضى اللي يجون للعيادات دائما اختاري شيء من الصيدليات وتكون طبي زائدا مكتوب عليه كلمتين أنتي بريسبرنت للناس اللي عندهم تعرق زايد، واذا عندهم مثلا روائح غير محببه نستخدم انتي ديودرنت. فانتي بريسبرنت ديودرنت هذا راح يكون حل ممتاز جدا. ممكن استخدامه، انا دائما افضل استخدام الرولات اللي مثلا يجي ملامس للجلد، نتيجته فعاله لان تحتوي على املاح الالمنيوم، بالنسبه ممكن تقلل من التعرق بنسبه الى 20%، فهي شيء بسيط ممكن تستخدمه. جيد. زين دكتور، هذه يعني بخصوص ما تكلمنا به بخصوص موضوع التعرق وكل هاي التفاصيل، لكن ذكرت في موضوع كلش مهم هو موضوع المده، يعني مدتها 8 أشهر. نعم. مثل ما نعرف انه البوتوكس يجوز بمرور الوقت، حسب ما نسمع انه احنا من المختصين، انه استخدام البوتوكس بمرور الوقت راح يساعد على مثلا اشلال العضله او مثلا قيام العضله ب او او نعم. يعني توقف العضله عن المهنه اللي نعم.
هي صراحة للأمانة لغاية هسه ماكو أي دراسات تثبت. دائما أصحاب الـ 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 يعني الكلام بهالمجال يعرفون أنه عاملين دراسات كل شوية البوتوكس ما تسوي شلل دائمي بالعضلة، هذا منتهين منه، ماكو دراسة تثبت هذا الشيء. بالنسبة للتعرق همين بنفس الوقت أنه ممكن تسبب لنا شغلات بسيطة، يعني إذا تريد تبعث على المشاكل ممكن تسبب لك جفاف بالفم أو مثلاً صداع بسيط وهي شغلات، بس كأنه تشل العضلة لا أنا مو ويا هذا الشيء، لأن ماكو دراسات تثبت، خاصة إذا كان الطريقة كلش آمنة ويم طبيب مختص والمادة تكون أنه محفوظة جيدة، فهي الشغلات كلش مهمة. طيب دكتور، بالفترة الأخيرة ظهرت حتى بوتوكس للتعرق وحتى بالإيد. إيدين نعم. إذا كان تحت الأبطين، فبهالحالة الجسم شلون ممكن راح يفرز السوائل خارج الجسم؟ يعني مثل ما قلت لك أنه الغدد العرقية مو موجودة بداخل الأبطين أو بالإيدين، ما موجودة، موجودة بكل أنحاء الجسم، فتفرز بهاي الطريقة. ومرات العرق مو فقط يعني ممكن يطلع عن طريق الإدرار أو طرق ثانية، فإنه السموم تطلع ما إلى عليه، ما عليه أي كلام هذا الموضوع. جيد دكتور، على طاري المراهم والمعطرات اللي من الممكن استخدامها، بعض الآخر يلجؤون للشب أتوقع. نعم، الشب هي نفس المادة اللي هي أملاح الألمنيوم. قديما الشب ما تشوف البياض اللي بيه، حتى معطرات اللي احنا نستخدمها أو مزيلات العرق من يعني مثلا من تستخدمها تشوف انه اكو بياض، هي صحيح. أصلا أملاح الألمنيوم هي نفسها، ماكو أي شيء. هذا تقلص الغدد العرقية، تخليها تتقلص فإفرازاتها تقل، بس بنسبة شقد؟ بنسبة 10 إلى 20%، مو كل شوية. البوتوكس هي الحل الوحيد، كأنه مثل أنه دائما أنا أشبهها باللمبة أو كهرباء، فشون ما تقص الكهرباء أنه اللمبة خلص بعد ما تشتغل. فالبوتوكس بهيج أنه ممكن أنه شغله كلش يعني مرتب أكثر وأدفانس أكثر وهذا، بس كأملاح الألمنيوم يعني هي نفسها، هي الشب، وممكن يستخدموه حاليا ك مزيل عرق او معطرات. طيب دكتور، بالنهايه اذكر لنا انه هل البوتوكس الى اضرار ممكن تكون؟ ونصيحه اخيره توجهها لكل من يشاهدنا اليوم. نعم، صراحه بما يخص انه البوتوكس لها ضرر، نعم لها اضرار، ممكن تسبب تحسس، ممكن تسبب كدمات، ممكن تسبب الم او صداع، هاي شغلات اعتياديه ممكن نشوفها بالبوتوكس. بس كنصيحه انه للناس اللي يتعرقون كل شويه، احنا البوتوكس اجراء كلش سهل، بس ممكن شغلات أساسية يقللون من شرب القهوة، بنفس الوقت الأكلات السبايسي أو البهارات الحارة، وارتداء ملابس أنه فاتحة تعكس ضوء الشمس، هاي شغلات أساسية قبل ما يستشيرون الطبيب. طبعا دكتور محمد عزيز اختصاص التجميل نورتنا بصباح الشرقية اليوم. شكرا. وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، وأتمنى أن المشاهدين استفادوا. شكرا لك دكتور. شكرا لك، كل التوفيق. إذن مشاهدين الكرام، راح نكون مستمرين وياكم بحلقة اليوم، ونرجع ونذكركم بهاشتاك حلقتنا أكثر عمل أحببته وهل تطمح لتطويره في المستقبل. فخلي نقرأ شوي من التعليقات اللي شاركتنا بها. أكو أشخاص عزيز ذكروا إنه هم وظيفة أحلامهم من الطفولة هم قدروا يوصلوا لها، مثل مريم تقول من أني طفلة أشوف نفسي معلمة وقدرت أحقق هالشي، ولأن أحب هالشي فدائما أحاول أخلص شغلي على أتم وجه، ودائما أخلي ببالي إنه هذا الجيل هو الجيل المستقبل أو الجيل الواعد، وكل طالباتي يعتبروني أمهم لأنه أني أهتم بتفاصيلهم وتدريسهم. مها كاتبة دوري كأم بيت هو القيام بأعمال البيت وتحضير كل ما يحتاجه زوجي وأطفالي من مستلزمات. أنا أشوف هذا من أهم الأعمال اللي أقدر أسويها بالوقت الحالي. طبعا هذا هم يعتبر نوع من أنواع الأعمال يعني من الزوجة تجاه الزوج أو تجاه أولادها والمنزل بصورة عامة. يعني مثل ما ذكرنا أنه أي إنجاز بالحياة تقدر تعتبر عمل. أكيد. بنفس الوقت أكو أشخاص ما يحبون الشغلة اللي يشتغلوها، بس بمرور الوقت راح تشوفوهم يتوفقون بهذا العمل، وراح تشوفوهم وصلوا بهذا العمل إلى مواصيل كلش عالية. فمو شرط
انه مثل ما نقول تشتغل الشغله اللي تحبها اللي تحبها، يجوز راح تحبها بمرور الوقت، لكن خلي ببالك يمكن هاي الشغله تنقلك من حال الى حال. ممكن يوصلون الى طموحهم ويوصلون للمكان اللي هم يريدوه وينصدمون انه هذا مو الطموح اللي احنا كان ببالنا. طبعا اكو اشخاص ايضا ما توفقوا بدراستهم فممكن اشتغلوا بمجالات اخرى، مثل هذا التعليق: للاسف ما قدرت اخلص دراستي بسبب الظروف، بس عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. الله رزقني بشغل وقدرت افتح مطاعم ومشاريع عده وناوي اطورها واكبرها واستمر بهذه الشغله. مثل ما قلت يعني ممكن انه الانسان يمتهن مهنه وينجح بها. مثلا شلون يصير الطموح؟ مصطفى بتعليق من التعليقات كاتب: انا خياط، ان شاء الله بالمستقبل يصير عندي محل تصميم ازياء على مستوى بغداد والعراق. يعني هو خياط، يجوز بعده دا يشتغل بمحل للخياطه ودا يتعلم، بس طموحه ما شاء الله عالي، يعني يطمح لان يكون مصمم للازياء. نتمنى له كل التوفيق طبعًا. وان شاء الله يصير من اهم الاسماء بالبلد. طبعا مشاهدينا ما راح نبتعد عن العمل، ولطالما انه العمل هو عنوان الابداع والتميز، فقد أقيم في مدينة الموصل معرض خاص لتشجيع المشاريع المبتكرة والاختراعات الحديثة، وشارك فيه العديد من الأكفاء ذوي المهارة لتصميم مشاريع مختلفة نوعت ما بين مشاريع تنقية المياه وإنشاء مواد عازلة للبناء صديقة للبيئة، ومنها تصميم جهاز للنقش على الخشب، بالإضافة إلى ذلك الروبوتات التكنولوجية للاستشعار وكشف الحركة. فخلونا نتعرف على هذه المواهب عبر التقرير التالي من الموصل، وأكيد بعدها راجعيكم. عن حاضنة بيض مفقسة، عندنا الهدف من هذا المشروع اللي هو انه زيادة عملية التحكم وعملية التفقيس، يعني تزيد عملية التفقيس. عندنا آلية العمل، عندنا اول شيء انه البيض لازم يكون ملقح، يعني البيض المو ملقح ما راح ينتج لنا اي شيء، وحسب النوعية عندنا مثلا بيض دجاج، بيض يعني حسب نوعية الدجاج، وكل واحد هم تختلف درجة الحرارة اللي يحتاجها، يعني لازم تكون درجة حرارة مضبوطة، وايضا الرطوبه يعني لازم تكون حسب المطلوب، يعني كل نوعيه الدجاج البيض. شاركت بهذا المعرض، هو معرض يفيد المجتمع، هو معرض عن البيئه ونحسن البيئه. بالنسبه لمشروعي فانا مشروعي هو عن روبوت يستخدم للكشف عن الاماكن والاجسام وتقدير العمر. وطبعا استخدمنا بهذا المشروع كاميرا ZSDK، واستخدمنا كيت، واستخدمنا الادوات الاخرى، وبشكل اساسي استخدمنا روبوت نتحكم بينه لاسلكيا. يعني انا شاركت لان مجرد مشاركه، يعني CNC ماشين، مشروعي CNC ماشين نقش على الخشب، ترسم ديزاين معين على الحاسبه اسمه برنامج الفا كام، يرسم ديزاين معين، اي رسمه كانت او حرف يعني او اسم ترسمه مباشره ينقل له على شكل كودات، ينقل مباشره على شكل كودات جي كود، يستقبل الخارطه CNC ماشين، يستقبل الاردوينو خارطه على شكل كودات، تشتغل الماتورات ستيبر ماتور والسيرفر ماتور يشتغل ينفذ الرسمي. كانت المشاريع الخمسه هي خدمه للبيئه، مثل سله المهملات التي تستشعر الاوراق وتفصلها عن البلاستيك، وايضا البيئه النباتيه المغلقه، وكذلك تحويل المياه العكره الى مياه نقيه صالحه للشرب، وايضا تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائية. طبعا مشروع اليوم هي منظومة لتنقية الماء بشني تابعة الطاقة الشمسية. طبعا أنا شفت أهل القرى والأرياف اللي عندنا، يعني الطاقة اللي عندهم فد مرة قليلة أو حتى معدومة، والمية اللي يشربونه يعني فد مرة يكون عكر وما صالح للشرب. فشنو أنا قلت إنه أسوي منظومة لتنقية الماء بكلفة أقل وتعمل على الطاقة الشمسية، حتى إنه ما يحتاجون طاقة والكلفة تكون عليهم قليلة، مو مثل المنظومات اللي عندنا بالسوق تكون فد مرة غالية. طبعا مكونات المشروع: بطارية 9 فولت، وانفرتر أو منظم فولتية، مضخة مياه، وف
فلتر واحد تنقية المياه، نقدر نطوره ونضيف أكثر من فلتر، بس هذا كنموذج أولي. أيضا عندنا خزان المياه، الخزان مي المي اللي يكون بينه عكر، فيكون العكورة مالته كثير كثيرة. طبعا هسه نلاحظ إنه المي اللي كان عندنا بالخزان يكون عكورته زايدة، أما المي اللي طلع لنا راح يكون نقي بنسبة 70%، راح يكون به أملاح وأملاح وكالسيوم، لكن هذا كنموذج أولي خلينا فلتر واحد، نقدر نضيف عدة فلاتر أخرى يصير المشروع أكثر كفاءة. المعرض مالتنا يخص مشاريع التخرج لطالب الصف الرابع من كلية الهندسة قسم السدود والموارد المائية. المشروع مالتنا بالرغم من شحة المياه اللي يعاني منها البلد، صممنا مشروع يخص به ثلاث حساسات، الالتروسونيك والسويل موستشر والال دي ار، نحافظ به على الماء ونحافظ به على الماء داخل التربة. من تتحقق الثلاث شروط اللي هي انه عندنا مي بالمي بالخزان، الشرط الثاني انه الجو لازم يكون الجو لازم يكون يعني الارواء يبدي بالساعات الاولى من الصباح او بالمساء تكون. الشرط الثالث عندنا سويل موستشر يخص الرطوبة داخل التربة، يقيس لنا الرطوبة داخل التربة. من تكون الرطوبة داخل التربة قليلة والمي يكون عندنا مي بالخزان، الشرط الثالث أنه الإضاءة تكون أو خلينا نقول الدنيا صارت بالصباح أو بالساعات المتأخرة من المساء يبدي عملية الأرواء. بحثنا يخص المواد العازلة للحرارة والبرودة والصوت، وبنفس الوقت هي مواد صديقة للبيئة، مواد داخلة يعني بمجال البناء بشكل جديد. يعني طبعا هي توفر لنا نسبة طاقة عالية، يعني توفر نسبة عزل، أيضا توفر لنا نسبة طاقة الاستهلاك. يعني اليوم أنا مثلا أستهلك بالبناء مثلا خلينا نقول نسبة معينة من الطاقة الكهربائية، ممكن بعد استخدام المواد العازلة قللنا نسبة 60%. تعزل حرارة، هي أيضا تعزل برودة، مواد صديقة للبيئة ضد الاحتراق. يعني الله يقدر إذا صار حريق بناية أو في الدائرة أو في شيء معين، ممكن هاي تغريك عن تأخر لك ساعتين إلى ثلاث ساعات، ممكن تستحرق الأمور. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام من مدينة الموصل، وشفنا الاختراعات والابتكارات اللي يبتكروها هؤلاء الأطفال بأعمار صغيرة وعدد وكمية الأشياء اللي مشاركين بها. بالتأكيد احنا نتمنى لهم التوفيق والنجاح، وعسى أن يكون واحد من عندهم جزء من المخترعين اللي نفتخر بهم بهذا البلد يا رفقة. طبعا عزيز، إذا قارنا مجتمعنا بالشجرة فهي أصلها جذور ومستقبلها ثمار، الثمار هم الجيل الواعد أو جيل طبعاً المستقبل. فلا بد من أنه نوجههم نحو الإبداع والتمييز، التميز، وهذا يعني واحد من الأمور المهمة. إذا اخترعوها وإذا طوروها فممكن إحنا نستغني عن كثير من الأشياء اللي نستوردها من الخارج. هم ذكروا مواد عازلة للبناء، مواد أخرى ممكن إحنا نستفاد منها ونكون إحنا مستغنين بالضبط عن الاستيراد من الخارج، ونكون مكتفين بالصناعات المحلية واللي موجودة إن شاء الله يا رفقة. طبعاً مشاهدينا الكرام بالتأكيد إحنا راح نكون مستمرين وياكم بحلقة اليوم، ووصلنا وياكم لأخبارنا المنوعة، ونبدأ وياكم بالخبر الأول. الحاجة أم الاختراع، هذا ما استند عليه المصممان اللذان دفعهما شغفهما لابتكار كاميرا ذكية قادرة على ترجمة الصور إلى كتابة، حيث حرص المصممان كيليان وريان بمزج خبرتهما في التكنولوجيا وعشقهما للفن لإنتاج جهاز فريد من نوعه أطلقا عليه اسم الكاميرا الشعيرية، حيث ابتكرا كاميرا ذكية قادرة على ترجمة الصور الملتقطة فوتوغرافيا في قصائد او الى قصائد شعريه اعتمادا على تقنيه الذكاء الاصطناعي. واوضح المصممان ان المشروع بدا من مجرد فكره حبوا ان يجربوها، فالكاميرا تبدو ظاهريا نموذجا، الا انها بدلا من التقاط الصور
فإنها تقوم بترجمة المداخلات البصرية التي تلتقطها وتحولها إلى قصائد شعرية ليتم استخراجها في ورقة مطبوعة. وأشار المصممان إلى أن الكاميرا مدعومة بجهاز كمبيوتر ذو لوحة واحدة بحجم بطاقة الائتمان وتتمتع بقوة كبيرة. ومع تزايد الاهتمام بالكاميرا الذكية الآن يفكر المصممان حول المسار المستقبلي لاختراعهما، نظرا لأنه بدأ كمشروع شخصي فني، مما جعلهما يفكران في دراسة إمكانية إتاحة الكاميرا تجاريا للجمهور. يعني اليوم إذا مثلا عندك فد صورة أو مثلا فد ذكرى تريد تحولها إلى صورة شعرية، فمن خلال هاي الكاميرا اختراع ذكي طبها الصورة وراح تنزل لك هذه الصورة على شكل شعر. حلو الفكرة، وخاصة إذا كانت الصورة إلها معنى كبير. يعني طبعا يعني طبعًا مثلا هي تلتقطها أعتقد ويا زوجها، فممكن تحولها إلى ذكرى جميلة، وممكن تكون بظهر الصورة. أكيد مغيرين الاستشعارات الخاصة بالكاميرا وكل هاي الإعدادات والتفاصيل. فعلاً هو اختراع جميل. طبعاً عزيز، إحنا من نخجل ممكن يحمر وجهنا. طبعاً. بس الدجاجة هل ممكن يحمر وجهها؟ لا مستحيل. بلي. أكو دراسات مشاهدينا تشير إلى أنه الأشخاص يميل لون وجههم للإحمرار أثناء الانفعال والتعصيب أو الخجل. هذا ما هو متعارف عليه، ولكن الغريب هو ما تم اكتشافه مؤخرا، فقد تبين أن هذه الظاهرة لا تقتصر على البشر فقط وإنما على الدجاج أيضا، حيث توصل فريق من الباحثين في فرنسا للأبحاث المختلفة بالزراعة والأغذية والبيئة إلى أن المشاعر تحول وجوه الدجاج إلى اللون الأحمر، في اكتشاف يوفر طريقة جديدة لتقييم وضع هذه الحيوانات وصحتها وحالتها النفسية. وأشار الباحثون إلى أن لون وجوه هذه الدجاج تتحول إلى اللون الأحمر بدرجات متفاوتة استنادا إلى حالتها العاطفية، وبفضل الصور لعدة دجاجات من سلالة ساسكس فخضعت مختلف زواياها للدراسة على مدار 3 أسابيع، تمكن باحثو المعهد من تمييز تدرجات من الإحمرار لدى هذا النوع من الدجاج. فقد لاحظوا أن وجوه الدجاج تتحول إلى الأحمر عندما ترى ديدان الطحين، وتتحول إلى القرمزي عندما تواجه موقفا سلبيا كالأسر مثلا، وعندما تكون في وضع مرتاح يبدو لون وجهتها فاتحا أكثر. فعلا هذه دراسة غريبة وما كنا متوقعيها أعتقد. يعني احنا متعودين انه لون البشر ممكن يتحول للأحمر، يتحول أحمر، بس مو الدجاج. الدجاج بالتحديد شوية غريب، كانت عندي فوبيا من الدجاج صادقين. طبعا مشاهدينا الكرام انتقلوا وياكم للخبر. عزيز عندك فوبيا من الدجاج وتاكل دجاج؟ اي مشكلة، لا فوبيا من الدجاج الحي يعني، مو من يلحقني مشكلة. طيب. ننتقل لكم مشاهدينا الكرام للخبر الآخر. يعني رح ننتقل لكم لبريطانيا، حيث أنها تشهد خلال شهر أبريل من كل عام مسابقة لمربى البرتقال. المسابقة التي تهتم فيها لجنة التحكيم بكل التفاصيل من اللون إلى الوعاء مرورا بالنكهة. هذا النوع من الفواكه المعقودة بالسكر، وتقام المسابقة في قصر تراثي قديم بني قبل قرون بمنطقة البحيرات الإنجليزية، ويجب أن تكون مربى ذات لون جميل، كما يفترض أن يكون الوعاء ممتلئا وليس يعني غير ممتلئ. وبدأت هذه المسابقة من فكرة ربة القصر في دالمن عام 2005، كانت تطمح لإنتاج نوع مميز من المربى، ومع مرور الوقت أصبحت مسابقة سنوية يشارك فيها آلاف المتنافسين، وقد حصل الفائز الأكبر في نسخة 2024 من المسابقة على الشرف الأعلى المتماثل في بيع المربى الخاصة بالبرتقال الذي يعد لمدة عام بالمتاجر الفاخرة، وفاز بالمسابقة على نكهتين مختلفتين، إذ مزج البرتقال والليمون الحامض الأخضر والفلفل الحار في وعاء، وفي الآخر جمع بين الليمون مع الحامض الأخضر وكريمة الكاكاو. يعني العنصر المشترك هو البرتقال والليمون، لكن ضافوا لها الكاكاو، واحدة ضافوا لها الفلفل الحار.
فعلا هذه اضافه غريبه ممكن تكون الى مربى البرتقال. مربى سبايسي؟ اي هي فعلا غريبه بس ممكن نجرب اشياء مختلفه احنا. طبعا ممكن تكون لذيذه. طبعا من بريطانيا ننتقل الى ولايه فلوريدا، وقد انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد ادهش العديد لشخص استطاع ان يسيطر على تمساح هارب في وسط المدينه المزدحمه، حيث تمكن مايك بازاله التمساح الذي كان يتجول في احدى الشوارع المزدحمه في مدينه جاكسونفيل في ولايه فلوريدا الامريكيه، وامسك بالتمساح الذي بلغ طوله 8 أقدام اي ما يعادل 2.5 متر تقريبا باسلوب الرجل المتمرس بيديه العاريتين، وقام بحمله امام حشد كبير من الحاضرين وهم يقومون بالهتاف والتصفيق له. وقد تم تسجيل المواجهة التي حدثت بينه وبين التمساح على كاميرات الفيديو، ولا شك بأن مايك يعد شخصا متمرس في اصطياد التماسيح ولديه رخصة بذلك. جميل جدا، يعني هو الموضوع بكل خطورة كلش عالية، بس احنا شايفين هذا الفيديو، اغلبنا شاف هذا الفيديو على مواقع التواصل، وهو اكيد الاجتماعي. شخص متمرس يعني مثل طبعًا. ما ذكر بالخبر لدرجه انه جت جرأة بانه يصطاد التمساح، وهو طبعًا. كان ممكن يشكل خطر على المدينه باكملها. جزء. طبعا مشاهدينا الكرام نذكركم بهاشتاج حلقتنا لهذا اليوم حتى نقرا اخر التعليقات اللي شاركتنا بها. اكثر عمل احببته وهل تطمح لتطويره بالمستقبل؟ فخلينا نقرا شويه من التعليقات. شوف تعليقات اخيره ذكرت من مشاهدينا. اكو اشخاص ذاكرين بعد وظيفه دامت 15 سنه اكتشفت نفسي انه مو قادر على اكمال هذه الوظيفه، والتجأت الى الاعمال الانسانيه وفتحت دار لرعايه الايتام وذوي الاحتياجات الخاصه، وجدت نفسي وشغفي بهذه المجال. طبعا محمد كاتب نعم كمال الاجسام اطمح انه اطوره وازيد من مقبوليته عند بعض الشباب. يجوز هو كابتن مدرب فيطمح، ما بها شيء حلو يعني طموحه انه مثلا يحبب الشباب بهذه الرياضه أكيد. ويخليهم او يخليهم يتعلموها بطريقه صحيحه يا رفقه. اكيد عزيز، هو حتى الضيف اليوم اللي كان باستوديو بغداد او اللي كان ضيف رولا هو ايضا كابتن وقال انه اني طموحي وشغفي انه اني ادرب الناس. حلو. فاكيد احنا مثل ما ذكرنا كل الاعمال وكل الوظائف هي مهمه واحنا نحتاجها بالمجتمع. طبعا مشاهدينا بنهايه هذه الحلقه الخاصه بالعمل والعمال، فهذه دعوه الى دعم هذه الفئه من المجتمع المهمه من قبل القطاع الخاص وايضا العام، بانه يسندوهم حتى يبنون مستقبل جميل لهم ويكونون انفسهم جيد. طبعا مشاهدينا كل عام وعمالنا بخير، ونلتقيكم غدا بحلقة جديدة من صباح الشرقية. مع السلامة. مع السلامة.